سيادنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام مشاهدينا الاوفياء داخل المغرب وخارجه. حاليا المغرب يشهد ولله الحمد وبالاخص جهة الرباط سلا تمارى سخيراته نمو وتقدم وازدهار وتغيير في البنية التحتية عجيب دابا من السخيرات. فحاليا تحرق يا نايضة كنت واجدوا بالضبط مشاهدينا الكرام ملتقى شارعي مولاي رشيد ومحمد الخامس اللهم بارك. دابا عرفتوني فين، غنتكلم لكم على هذا الشارع مولاي رشيد ونشوفوا اخر اخبار ومستجدات اللي تم طمس المعالم ديالو الاولى وغادي يتغير شكلا ومضمونا. اجي نشوف لكم هنا واحد الاشغال نايضه هنايا، واخا تما شويه بعيد الحال غنضرب شويه. هذا تتمه ديال شارع مولاي رشيد، وغادي هاد الشارع غادي يخرج حتى لطريق بنوزيان. اللهم بارك. اجي نمشيو، جيت من السخيرات شتو مدينة السخيرات كي تقلبات. اذا حاجة تنقربو لتما عاد نكمل معكم الحوار، نفسو شوية الله يودي. اذا معنا تما فريق الهلاوي كيقوم بإزالة والحفر، تما خرجو من الحجر توسعة الطريق. اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتشاهدو معايا فريق الهلاوي هو اللي كاين تما، لما نوصلو حتى لتما مشاهدينا الكرام لاحظوا معايا الأشغال على قدم وساق. إذا توسيع الشارع اللهم بارك. نزيدو المشاهدين نكملو الشارع ولي شارع مولاي رشيد. إذا هذا هو شارع مولاي رشيد التي تهم الأشغال، أشغال إعادة هيكلة وتأهيل هذا الطريق اللي إن شاء الله بحول الله غادي يصبح أيضا من أهم شوارع مدينة تمارة. إذا لاحظوا معايا في الوسط اللي كانت كاملة تم الإزالة ديالها، البنية التحتية على اليمين وعلى الشمال. الشغل ديال لي روكار، هنا كاينه واحد الحديقة إن شاء الله تعالى غادي تجي الدور ديالها، يجي الوقت ديالها المحادية للسور التاريخي للدولة المغربية على التاريخ. إن شاء الله غادي نكتشفوا هذا الوسط هذا شنو غادي يدار فيه، وغادي نعرفوا شنو غيتصاوب إن شاء الله. غتكون طريق على اليمين وطريق على اليسار، ويكون واحد الممشى في الوسط إن شاء الله بالغازون وبالتشجير، غادي يكون حلة رائعة. فريق تي سي إن هو هذا أمامكم مع الأشغال البنية التحتية أيضا. معنا كذلك فريق رضال حتى هو المشرف العام وصاحب الأشغال الكبرى تي سي إن أيضا. كاين واحد شوية ديال الامبوتياج بسبب الإصلاحات الكبرى الطرقية اللي كتهم هذا الشارع.
فريق اس او اس، فريق النجدة اس او اس. السلام عليكم، الله يعاونكم. بارك الله خير، الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك، الله يعاونكم. اس او اس هذه عندها تاريخ، منين جات؟ جات من اسم نداء الإغاثة البحري اس او اس، لما كانوا البواخر والبواريج في اثناء الحروب العالمية الكبرى، لما البريجة او الباخرة او السفن كتي في البحار، ما كتبقاش شادة جي بي اس، ما كتبقاش ضابطة المكان ديالها، وما كتبقاش معروفة خوارزمية الزمن والمكان ديالها، فكتطلق واحد النداء، كيطلق واحد النداء على فريق ديال الكومونيكاسيون، هنا لانستالاسيون البنية التحتية، ذهب كتطلق هذاك النداء ديال الإغاثة اس او اس، لما مراكز ديال الاستقبال ديال الإغاثة كيستقبلوا هذاك النداء، كيعرفوا بلي سفينة تائهة في عمق البحار، ومن بعد تطلق عملية البحث والرصد عن طريق جي بي اس، وكيقرب كيقرب. هذا هو المعنى ديال النداء اس او اس، وتستعمل هنا في هاد اللي شفتو دابا اس او اس. اشغال البنية التحتية، وصلنا شارع الحسن الثاني المضاف، غرقوا هنا شوية. أنا غرق شوية. الخصة هنا، جاو الخصة وحبسوا زون أوزون، الله يعاونو. الحمد لله ولاو عندنا شاحنات جمع النفايات، رجال النظافة، لنحافظ جميعا على نظافة. هنا فين غيجي الدور ديالنا كمواطنين؟ الدولة كتخسر الملايين والزبابل ديال الأموال على هاد البنية التحتية، ولكن للأسف كنلقاو بعض المواطنين حنا منا، حنا خاصنا التور صراحة، خاصنا نمشيو التور ونتعجنو ونخرجو منا شي مواطن لوكس. إن شاء الله خير أمام، خير أمام إن شاء الله. هادشي كيلعب الأسر والمجتمع وفعالية المجتمع المدني والوالدين، وانطلاق من نفس كل واحد، ينطلق من نفسه صافي إن شاء الله. اي حاجه صابت لنا الدوله الا خصنا نحافظوا عليها. هاد الخصه هادي مازال ما اتخذش القرار ديالها، ولكن غادي تهدم، كونوا على يقين ان شاء الله غادي تهدم، جات في الطريق، فقط كيبقى لها القرار ديالها ان شاء الله. هذا هو شارع الحسن الثاني، اللي ان شاء الله حتى هو غتوصلوا الاصلاحات الكبرى بحول الله، سير من هنا حتى المركب الامير مولى عبد الله. يلا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوناش، هذا اخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب، دعمونا وشجعونا، الدعم اللي عندنا هو المشاهدة الكاملة واللايك، وشكرا لكم. راه باش كنديرو نقلو حتى السخيرات، من سدار السخيرات ومن هنا تال تمارة، كيطلب مجهود مالي ومجهود مادي. تعرفوا المحروقات، شي من الليسانس والمازوط ولا دابا حاليا. الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك، شكرا. العز العز جابها لاصقه، كلشي بلا غالي، لان المشاهده الكامله واللايك هي اللي كتشجعنا باش ان شاء الله تنقدر تكاليف التنقل من مدينه سهله حتى الصخيره. راه كاين سفر والله الا بحال راه غادي بسفر. يلا ان شاء الله شوفوا هذا الشارع غادي يولي واحد الحله ان شاء الله. الناس رباط سلا تمارة سخيرات، هنيئا لكم ان شاء الله. مشاريع تنموية، يا سلام على المشاريع اللي شت واللي جاية ان شاء الله. تصاميم التهيئة، تصاميم التأهيل، تصاميم توسيعات الطرقات والشوارع والتزيين والتبليط، وما شاء الله ما شاء الله، والمملكة المغربية كلها، ماشي غير جهات الرباط، جميع الجهات كلها غادي يوصلها حقها ان شاء الله بحول الله. يلا اخوتي خليوني، راه صافي راني طفيت. إلى اللقاء يا أصدقاء، أحبكم في الله.